كمان عندنا من الاشياء اللي ممكن تحفز حدوث الهايبرتنشن ميديكيشنز الاورال كونتراسيبتيفز، لان اس ايدز معروف من اشهر الادويه اللي بتعمل كيدني انجري، سمباثوميميتكس اند اليسيت دراجز. من الكوزز الكوارتيكيشن للايورتا، الكوارتيكيشن هي كونجنيتال ديزيز، بيكون في عندنا ناروينج بالايورتا. نيورولوجيكال ديسوردرز، سليب ابنيا، انكريز انتركرانيال بريشر، سباينال كورد انجري اور فوليوم اوفرلود، اللي هي بالعاده بتكون ياتروجينيك نتيجه الاكسسيف اي في فلويد. رح نبلش نحكي عن اول سبب اللي هو الرينوفاسكولار هايبرتنشن. تعريفه هو ريدكشن بالبرفيوجن اوف ذا كيدني كوزينج ارتيريال هايبرتنشن وذ اور وذاوت اسكيميك اند هايبرتنسيف رينال انجري. الموست كومن كوز لل رينوفاسكولار هايبرتنشن هي الرينال ارتري ستينوسيس. في عندنا تو ميجر كوزز لهم، ممكن يكون عندنا الاثيروسكليروسيس بيصير بالاولدر ايجز اكثر من 50 سنه، او عندنا فايبروماسكولار ديسبليزيا هي كونجنيتال ديزيز، بيكون في عندنا ابنورماليتي بالكولاجين فورميشن تاع الارتري، بتصير بالفيميلز يونج فيميلز ليس ذان 30 ييرز. تمام. الرينال ارتري ستينوسيس يقسم الى نوعين، unilateral or bilateral. The unilateral renal artery stenosis بيكون في عنا reduction بالperfusion على كدني واحدة، فبالتالي الكدني رح تروح تحفز الراس كاسكيد، بيزيد الرنين، بيزيد الانجيوتنسين 2، بيزيد الالدوستيرون، فبالتالي بعمل انجيوتنسين 2 dependent hypertension. نتيجة نقصان الperfusion رح يصير لها atrophy الكدني، فبالتالي رح يصير في عنا renal perfusion على الكدني الثانية أعلى، بيصير عنا suppression للراس فيها، وبيزيد عنا excretion للصوديوم، فبيصير في عنا natriuresis. فلما نيجي على الانفستيجيشن نشوف البلازما ليفلز للرينين بتكون اليفيتد باليونيلاترال ستينوسيس، اما لو اجينا على اللاتراليزيشن فيتشر اللي هي بنقارن عندنا الرينال فين مثلا الرايت كيدني هي اللي فيها ستينوسيس والليفت كيدني نورمال، لو اجينا على الرايت رينال فين بتكون عندنا نسبه الرينين فيه اعلى من الهاي، هاي هي اللاتراليزيشن فيتشر. لاترال ريدكشن بالبرفيوجن، فبالتالي رح يحفز الراس كاسكيد كالعاده، بس برضو انا ما في عندي نورمال كدني انها تروح تعمل زياده بالاكسكريشن، فالصوديوم والووتر رح يصير لهم ريتنشن، وهذا الشيء رح يؤدي لهايبرفوليميا. الهايبرفوليميا رح تعمل انهبيشن للراس سيستم، فبالتالي بنلاقي الليفلز للانجيوتنسين 2 اما نورمال اور لو. فالسبب للارتيريال هايبرتنشن بهاي الحاله هو الهايبرفوليميا. لو اجينا على الانفستيجيشنز رح تكون عندنا البلازما رينال ليفل اما نورمال او لو، لانه صار لها انهبيشن بالهايبرفوليميا، واللاتراليزيشن فيتشر بتكون نون. الانفستيجيشنز اللي ممكن رح نيجي نحكي عن الانفستيجيشنز. اما بعمل سي تي انجيوجرام، سي تي انجيوجرام بتبين لي هل في عنده جود بيرفيوجن اور باد بيرفيوجن. كونتراست انجيوجرام هي عباره عن قسطره بس للرينال ارتري، كابتوبريل رينوغرافي اند ام ار انجيوغرافي. تمام.
التريتمنت دائما ببلش بميديكال ثيرابي. اكيد اول شيء راح اعمل راس بلوكيت، ممكن اعطي ادون ثيرابي كالسيوم شانل بلوكر اند دايوريتكس. اليونيلاترال ما نفع معاه الميديكال ثيرابي، بنلجأ للريفاسكولاريزيشن. عندي 3 ways، اما بعمل بيركوتانيوس ترانسلومينال رينال انجيوبلاستي او بعمل اندوفاسكولار ستنتنج، اخر شيء بلجأ لسيرجيكال ريفاسكولاريزيشن. ثاني سبب عندنا ممكن يعمل هايبرتنشن هي البرايمري هايبر الدوسترونيزم. البرايمري من اسمها معناته الخلل بالادرينال جلاند نفسها. هايبر الدوسترونيزم رح يزيد الالدوسترون، فالافكت تاعه انه رح يزيد الصوديوم، فبالتالي بيؤدي لبلد زياده في البلد بريشر. ايش الاشياء اللي ممكن تعمل لي هايبر الدوسترونيزم؟ ممكن يكون في عندنا الدوسترون بروديوسينج ادينوما او هايبر بليزيا بالزون جلوميرولوزا. الجنرال بريزنتيشن لشخص عنده برايمري هايبر الدوسترونيزم بيكون في عندنا ريزيستنت هايبرتنشن وذ هايبوكاليميا. للدياجنوسيس اهم شيء اعمل الدوسترون رينين ريشيو لازم تكون فوق ال 25. بتاكد 100% انه عنده هايبر الدوسترونيزم لو كانت فوق ال 30. ادرينال سي تي لو شاكين بادينوما، اورال ان اي سي ال لودنج، سلاين انفيوجن، وفي عندنا الفلودرو كورتيزون سبريشن تيست. الفلودرو كورتيزون بيزيد الالدوسترون، في الاصل رده فعل الجسم الطبيعيه زياده الالدوسترون، يستخدم يلي بيحتاجه واللي ما بيحتاجه يصير له اكسكريشن. اذا ما صار الاكسكريشن معناته في عندنا هايبر الدوسترونيزم. واخر شيء الكابتوبريل تشالنج تيست. تمام. للتريتمنت للبرايمري هايبر هايبر الدوسترونيزم لو كان في عنا ادينوما بعمل سيرجيكال ادرينالكتومي. لو انا كان البيشنت نوت كانديديت فور سيرجري مثلا الالدرلي او غيرهم، او عنده البروبلم كانت بايلاترال، بلجا للمينيرالوكورتيكويد انتاغونست لايك سبايرونالكتون اند الليبرانون. هلا من الاسباب اللي رح نحكي عنها الكوشينج سيندروم، سستيند جلوكوكورتيزويد اكسس. هلا هون بصير عندنا زياده بافراز الكورتيزول في الجسم. اسبابه ممكن يكون في عندنا بالبوتيتري نفسها، انه صار في عندنا بوتيتري ادينوما اللي هي زادت افراز الاي سي تي اتش برودكشن. هلا ليش الاي سي تي اتش المفروض انه بيشتغل على الادرينال جلانس، بيزيد لي افراز الكورتيزول، فاذا صار في ادينوما فيها وزاد الاي سي تي اتش معناته ممكن يزيد لي الكورتيزول. السبب الثاني بافراز الكورتيزول اوفر برودكشن فروم ادرينال. هلا ممكن يصير كمان اوفر برودكشن فروم ادرينال ادينوما او كارسينوما، يعني الادرينال نفسها صار فيها بناين اور ميليجنانت كانسر. ممكن اكتوبيك اس سي تي اتش سكريشن، انه بدل البوتيتري جلاندز المفروض انها هي اللي بتفرز الاي سي تي اتش، منطقه ثانيه بالجسم هي اللي بتفرز الاي سي تي اتش، وبالعاده هي بتكون ميليجنانت تيومر. بالعاده مثلا ممكن السبب كارسينويد لنج كانسر. كلينيكال بريزنتيشن البيشنت بصير في عنده انكريسز ان انسول، بصير في عنده انسولين ريسيس، فانه بصير في بيتطور عنده تايب 2 دايابيتس. ممكن برضه سنترال اوبيسيتي الاقي ايزي بروزنج اند بليروثيك فاكيس، انه ممكن المون فيس
من الأعراض اللي بيجي فيها البيشنت. بيربل استريا برضو بيكون من الأعراض اللي بتكون عند هذا البيشنت. دياجنوسيز اليورين فري كورتيزول، إنه أنا بحسب الأماونت أوف ذا فري كورتيزول باليورين. طبعاً الفري كورتيزول اللي هو بيكون بالإنأكتيف فورم مش الأكتيف فورم. ديكساميثازون سبريشن تيست، هذا التيست كالتالي، إنه أنا بعطي البيشنت ديكساميثازون اللي هو المفروض بيشبه الستيرويد، بروح لي على البيتوتري جلاند وبعمل زي نيجاتيف فيدباك، بيثبط إفراز الـ ACTH اللي حيروح على الأدرينال جلاند ويثبط الكورتيزول. هلا إذا ما نزل نسبة الكورتيزول في الدم معناته إنه البيشنت بيكون عنده كاشينج سيندروم. نيكست. هلا التريتمنت حسب الاندرلاين كوز، اذا مثلا كان بوتيتري ادينوما بعمل سيرجيكال ريموفال، بزيد البوتيتري ادينوما او يونيلاترال ادرينالكتومي. نيكست. في كروموسايتوما، هلا احنا الادرينال جلاند هي عباره عن كورتكس مع ميدالله، الميدالله فيها شيء بسميه الكروموفين سيل، هاي المفروض ان هي مسؤوله عن افراز الكاتيكولامين. الكاتيكولامين سواء كان هو نيورو ابنفرين او ابنفرين. هلا هون بصير بالفيوكروموسايتوما هو عباره عن نيورو اندوكراين تيومر بيعمل لي بوسيديك اور كونتينوس اوفر برودكشن اوف كاتيكولامينز. هلا ممكن يكون 10% اكسترا ادرينال او 10% ميتاستاسيس تو لوكال ليمف نود. شو بيجي البيشنت؟ بيجي البيشنت حسب انه بما انه زاد افراز الكاتيكولامين معناته السمباثيتك عنده عالي، فالاعراض تبعيته بيكون عنده هيدك سويتنج بالبيتيشن انكزيتي اند بالور. الدياجنوسيس ممكن احسب البلازما فري ميتانيفرنس. الميتانيفرنس هو من الكاتيكولامينز، بحسبها بالبلازما، وهي بتكون فري معناته اذا كانت نسبتها عاليه معناته البيشنت عنده فيوكروموسايتوما او اليورين كاتيكولامينز او ميتابولايت. هلا المفروض انه الكاتيكولامينز بصير لها بالليبر ميتابولايت، بتتحول من الاكتيف ان اكتيف فورم. اذا حسبتها باليورين وكانت نسبتها عاليه معناته فيه كروموسايتوما. كلونادين سبريشن تيست، هذا عباره عن انه انا بعطي البيشنت درج وهذا الدرج بيروح لي بيعمل ستيميوليشن للبري سينابتيك الفا ادرينيك ريسبوتر، فبالتالي بيقلل لي النيورو ادرينال ريليزز. انه المفروض انه بس اعطيه للبيشنت يصير لي ديكريسس ان كاتيكولامينز، فاذا صار اذا ما صار الكاتيكولامينز ما نزلت نسبتها معناته البيشنت عنده فيه كروموسايتوما. ممكن اعمل ام اي بي جي سكان انه اعطي راديو اكتيف ماتيريال للبيشنت واشوف اذا كان مثلا السبب عندي انه اشوف التيومر كونه هو نيورو اندوكراين تيومر. ام ار اي اور سي تي اوف ذا ابدومين اند بلفس برضه بتشوف لي التيومر عند البيشنت هذا. تمام. شو التريتمنت اللي ممكن اعطيها لبيشنت عنده فيه كروموسايتوما؟ اول اشي بشوف السي تي سكان، اذا شفت ميليجنانت ظهرت عندي وكانت اكثر من 4 سنتيمتر بعمل سيرجيكال ريموفال. هلا ممكن اعمل لاب ورك اب تو اسيس اوف ملتيبل اندوكراين نيوبلازيا تايب 2. هذا عباره عن انه هذا بيجي البيشنت مع ملتيبل، بيجي البيشنت مع اكثر من او evaluated لانذر جلاند. يعني انا بحسب مثلا البيشنت ممكن يكون في عنده باراثايرويد جلاند الديفكتد والثايرويد معها الفيوكروموسايتوما. فاذا انا رحت شفت مثلا وعملت فحص لهدول الجلاند الثانيات ولقيت واحدة منهم، بعمل اول اشي جينيتيك تيستينج للفاميلي هيستوري اللي هم عائلته كامله وبعمل له مشان اشوف، مشان اذا كان مثلا عنده هذه المشكله بحل مشكله الباراثايرويد هرمون اند ثايرويد مشان ايش اوصل لعلاج الفيوكروموسايتوما. نيكست. الاكروميجالي، الاكروميجالي هو ايش؟ بصير في عندنا اكسسيف سيركوليشن اوف ذا جروث هرمون ماستلي فروم بوتيتري ادينوما. يعني بصير من البوتيتري جلاندز اللي هي مالي انتيريو بوتيتري جلاندز اللي بتفرز للجروث هرمون، بصير في عندنا زياده في افراز الجروث هرمون. البيشنت بصير في عنده كونه الجروث هرمون هو المسؤول عن الجروث بالجسم، حيصير في انلارجمنت في السكال والهاندز اند فيت. الدياجنوسيس للبيشنت بحسب الجروث هرمون بالسيروم او جلوكوز توليرانس تيست، كونه انه الجروث هرمون من الافكت تبعه انه بروح لي على الليفر وبيزيد لي افراز الانسولين لايك فاكتور اللي هو تقريبا بيشبه الانسولين في الافكتد، فبرفع لي الجلوكوز. فانا ممكن اقيس الدكتورة بتحكي انه بطل يستخدم الجلوكوز توليرانس تيست وصار الجلوكوز هرمون. تمام. بدنا نعمل انسولين لايك فاكتور 1. تمام. اذا كان عادي بنيجي نعمل
ممكن اعمل برضو MRI of pituitary glands كون من الاسباب اللي سببت عندي acromegaly وزاد الجروث هرمون pituitary adenoma. التريتمنت انه اعمل adenomectomy debominatric agent، هاي عباره عن انها بتروح افكتد على على الديتور سبوتر، فبالتالي البيشنت ممكن اعطيه هذا التريتمنت او سوماتوستاتين انالوج اللي هو الاوكتيرويتد. نيكست. تمام، هلا هون الباثوفيسيولوجي اوف ذا هايبرتنشن ان اكروميجالي، شو اللي بيخلي الاكروميجالي تسبب لي سكندري هايبرتنشن؟ اول شيء في عندنا هون مثلا السليب ابني، هون من الاسباب تبعيتها انه البيشنت بصير في عنده كونه الجروث هرمون عنده عالي، فممكن يصير في عندنا اللاجمنت في التيث، وبرضه بصير في عندنا ثيكنينج ان ذا لارينكس، فبالتالي بصير في زي اوبستراكشن، فالبيشنت بصير في عندنا هايبرتنشن. برضه من الاسباب انه بصير زياده للالدوستيرون سكريشن، فبصير عندنا صوديوم اند ووتر ريتنشن، والفوليوم بالجسم بتصير اكسبانشن فعمل لي هايبرتنشن. وممكن من الاسباب برضه كونه حكينا انه بيعمل لي الجروث هرمون انسولين ريسيستنس، انه يصير في عندنا يرفع الفازيكولار ريسيستنس عند هدول البيشنت يعمل لي هايبرتنشن. نيكست. الهايبوثايرويدزم، احنا حكينا انه الهايبوثايرويدزم اند هايبرثايرويدزم الثنتين بيسببوا لي عند البيشنت هايبرتنشن. هلا الهايبوثايرويدزم انه الثايرويد هرمون بصير في عندنا ديفيشنسي في البرودكشن له، يا انه التي اس اتش سكريشن اللي بصير في الهايبوثالامس اند بيتوتري ما عم بفرز، الهايبوثالامس او البيتوتري ما بتفرز لي التي سي اتش سكريشن نتيجة ليزون فيها، أو مثلاً impaired function of thyroid، أما ممكن autoimmune زي الهاشيموتو ديزيز أو iodine deficiency. It is stemmed hypertension، إنه بحكي للبيشنت اللي عندهم hypothyroidism بصير في عندنا زيادة، أو إنه بتكون نسبة إصابتهم بالهايبرتنشن مرتين ضعف الناس بالجنرال بوبليشن. Pathogenesis is multifactorial، هلا هون بحكي لك شو سبب إنه البيشنت اللي عنده hypothyroidism بصير في عنده هايبرتنشن، إما ممكن إنه total body sodium يزداد أو البريفرال يزداد البريفرال ريسيستنس عند البيشنت، فبالتالي بصير في عندنا هايبرتنشن. الدياجنوسيس إنه أنا بعمل للثايرويد فانكشن تيست، ومينلي بستخدم TCH اللي هو سكريشن، المفروض انه يكون نسبته عاليه بالهايبوثايرويد بيشن. تمام، التريتمنت بعالجه بالثايرويد ريبليسمنت ثيرابي اللي هو الليفوثايروكسين اللي هو T4 بعطيه للبيشن. الهايبرثايرويدزم اللي هو الجريفيوس ديزيز او توكسيك ملتي نودولار جويتر او توكسيك ادينوما. الهايبرتنشن از كومن ان هايبرتنشن وذ ذا بريفالنس بتكون بالتوكسيك ادينوما بنسبة 60%، والبيشنت اللي عندهم جريفيوس ديزيز 30% بصير في عندهم هايبرتنشن. اسوكييتد وذ اليفيتد في سايستوليك بلاد بريشر اند نورمال اور لو دايستوليك بلاد بريشر، فدول البيشنت بصير في عندهم اليفيتد في سايستوليك بلاد بريشر، اما دايستوليك يا بتكون نورمال او لو. تمام، الدياجنوسيس نفس الشيء، بقيس الثايرويد فانكشن تيست. تمام، اذا بدي اعالج بعطيه انتي ثايرويد دراج او ممكن سيرجري اذا كان مثلا عندي سببها ادينوما او راديو ايدن. البيتا بلوكر ممكن افكتيف كفيرست لاين ثيرابي في الهايبرثايرويدزم، لانه البيتا بلوكر بيقلل لي الميتابوليزم في الجسم، كونه البيشنت تبعين الهايبرثايرويدزم بيكون الميتابوليزم عندهم عالي. الجنرال ابروتش اوف هايبرتنشن، هلا اول شيء الهايبرتنشن يا بيكون برايمري اور سكندري، كيف بدي اميز؟ اول شيء لازم اكون ماخذ من البيشنت الهيستوري كامل، بساله عن الاعراض اللي هو مصاب فيها، بعمل فيزيكال اكزامينيشن، وبساله عن الريسك فاكتور اور سي بي دي، تمام، اللي هو الكارديوفاسكولار ديزيز، او ممكن برضه بساله عن الريسك فاكتور انذر ريسك فاكتور والادويه اللي بياخذها البيشنت مشان احدد. ممكن اعمل جنرال لاب، طبعا هدول مش كلهم بعملهم في البيشنت مشان احدد الهايبرتنشن، يعني حسب الهيستوري اللي اخذته من البيشنت بحدد. ممكن اعمل مثلا كدي فانكشن تيست او الثايرويد مثلا فانكشن تيست، فاستنج ليبيد، ممكن اعمل تشست اكس راي اي سي جي او ايكو. تمام، سبيشال تيست اف سكندري هايبرتنشن سسبكتد، انيوجوال بريزنتيشن اوف هايبرتنشن، نيو اونست ان سبيشالي يانجر اور سبيشالي اولد ايج، بريزنتيشن وذ ستيج 2 هايبرتنشن، ابروبريتد اونست اوف هايبرتنشن ان ا بيشنت وذ بيرفسلي نورمال بلاد بريشر. هلا مثلا بيشنت جاي عليه اول مره بزيد الضغط عنده، تمام، ممكن اعمل هون بحكي لي انه سبيشال تيست له مشان احدد شو المشكله اللي بتكون عند البيشنت. ممكن يكون سببه دراج ريسيستنس هايبرتنشن او بريزنس اوف ذا كلينيكال كلو فور سبيسيفيك كيسز اوف هايبرتنشن such as abnormal abdominal bruit suggested renal vascular hypertension or low serum potassium suggested of the primary aldosteronism.
وبس، يعطيكم العافيه.